بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واللي كيواكب عيد الأم، قررنا أننا نحتفل بالنساء وجمعويات، وخصوصا بمقاطعة جنة الورد والجمعيات اللي كينتميو تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار، وبغينا نكرمهم ونحتفلوا بهم. التكريم صراحة كان في المستوى بالمستوى، والناس اللي تكرموا يعني استحقوا، جمعويات بامتياز ودكاترة وكسكوتة صغيرة ريحانة. كنشكر الكل اللي حضر معنا هذا الحفل التكريمي، وشكرا لكم تانتوما، شكرا للنائب البرلماني والمنسق الإقليمي رشيد الفايق اللي شرفنا في هذا الحفل هذا، وكرم بعض النساء مقاطعة جنة الورد، وكان الاستقبال ديالو بحفاوة واستقبال حار من طرف نساء مقاطعة جنة الورد. أمل ملاخ، باحثة في التراث المادي واللامادي في مدينة مراكش، ورئيسة منظمة الشبيبة التجمعية جهة مراكش أسفي. كنتواجدوا اليوم بمدينة فاس بجهة فاس مكناس. هذا الحفل اللي كيجي على اثر شهر مارس 8 مارس اليوم العالمي لحقوق المراه، كنشكر جميع المساهمين والمنظمين على حسن الاستقبال وحسن الضيافه. وملي كيجيك واحد التكريم من جهه لي هو ماشي جهتك، كيكون عنده واحد الاثر كبير على القلب الانسان. نادي المليح، فنانه صحفيه رئيسه جمعيه هي لتربيه الثقافه الفن والسلامه الطرقيه. اليوم كان عندي عده مهام، او في التكريم ديالي كنت كنمثل المراه فنيا واعلاميا وجمعويا، وكنت مكلفه حتى بتقديم ديال الفقرات. يعني ابارت تكريم كانت عندي مهام واحده اخرى. المراه المغربيه نقول دائما لا تكرم في يوم بل تكرم في يعني حياتها كامله، لان كرمها الاسلام اولا عاد كتجيو التكريمات اللي من بعد. الوغ المراه من طنجه للقويره، المراه القرويه خصوصا عطات ولا زالت تعطي. المراه عمرها كانت ضعيفه، سواء ربات البيت او اللي كتشتغل في جميع يعني الحقول، سواء كان الحقل السياسي، الحقل الفني، الحقل الابداعي، اي مجال، عاملات النظافه. كنشوفوا دابا ما كاينش شي مهنه ما فيهاش المرأة. مشكورة جمعية فضاء للتواصل، فضاء الأزرق للتواصل على هذه المبادرة، كنحييها من المنبر ديال مجلة أصوات وجريدة أصوات. كنقول لهم شكرا جزيلا على هذا التكريم اللي هو تشريف لي أولا وتشريف للمرأة المغربية ثانيا. وكنقول دائما كنهدي هذا التكريم للأم ديالي الله يرحمها، وتنهديه لجميع المغربيات أينما حلوا حتى وارتحلوا، وكنهديه لواحد الأخت اللي ديما مسانداني وديما معايا، أمينة المليح، اللي فيما كنت كنتنقل رغم أنها تزوجات واستقرت الا انني ديما تلقاها قدامي. المراه المغربيه ما تكونش ضعيفه اولا، المراه المغربيه ديما خصها تكون تخرج القوه من الضعف. المراه المغربيه عندها ما تعطي، ما كنبغيش كلمه مسكينه، ما تنقولش مسكينه غير وليه، لا، المراه راها برزت الوجود ديالها وباقا كتبرز، وخصوصا حنا في القرن 21 اللي شفنا بحال اللي قلت الوزيره، شفنا الحرفيه، شفنا السفيره، شفنا المبدعه، شفنا البيلوت الطياره، شفنا جميع المجالات. ولاحظتي حتى خارج ارض الوطن كتسمعي ان المراه في القياده او في السياده، اذا هذا كله الا وشرف للمراه المغربيه وشرف ليا انتماء لفاس اولا والمراه المغربيه ثانيا ولا المغرب هذا بدون نقاش. شنو هي الكلمه اللي بغيت توجهي للشباب اللي ما كيهتموش بالامهات ديالهم؟ بالفعل يقول الله سبحانه وتعالى: وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الوالدين ما كيتكرروش، صدق الله العظيم، الوالدين ما كيتكرروش. وكنشوفوا الظاهره ديال دور العجزه اللي انتشرت بحده، ان عندك ام وحده وعندك اب واحد، اكوا سيغ انك تديه لدار العجزه، اش غياكل اش غادي يشرب، عندك كاع اللي غادي توصل به الدرجه انك تديه لدور العجزه. وحنا ماشي ثقافه، هي ثقافه داخله على المجتمع المغربي والمجتمع الاسلامي. هذيك الام ربات، او هذاك الاب راه ربى وكبر وعطى، حتى عطى منك الشاب او عطى منك مسؤول، لان الغريب هو ان كنشوفوا في مناصب عليا ومسؤولين واللي حاطين يعني الوالدين ديالهم في دور العجزه. هاد الناس نقول لهم الله يهديكم، اتقوا الله في والديكم، ويعني كونوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لان غدا غادي تكون اب، غدا غيكونوا عندك ابناء وكما تدين تدان. اليوم كنتواجد بمدينه فاس كما قلت لكم، اليوم حفل لجميع النساء وتتويج النساء السياسيين، وكان تكريم لنساء جمعويين بمناسبه اليوم العالمي للمراه. وصراحه فرحوا بيا، فرحت بهم، وكان شرف لي ان اليوم كان عندي تكريم هنا في مدينه فاس، فاس العريقه والناس الطيبين ديالها وزوينين. كنوجه الشكر للعائله ديالي، اول حاجه الوالده ديالي المقيمه بالخارج ديال
الخارج وعلى السنة ديالها، على الوقفة ديالها معايا، على التضحيات كما كنهضروا اليوم على اليوم العالمي للمرأة. دونك كنشجع الأم ديالي وكنوجه لها تحية كبيرة من هذا المنبر، وكنحيي كذلك منتدى الفن الإبداع المغربي على هذه المسابقة الجميلة والمسابقة الراقية اللي توجدت فيها، وكان عندي فرصة كذلك باش أنني خديت هذا اللقب. وكنشكر كذلك الحفل اليوم، الناس اللي كاملين كانوا سهرانين على هذا الحفل هذا الزوين بمدينة فاس. كنشكر جميع الأعضاء اللي كانوا موجودين واحد بواحد باش ما نذكرش الأسماء ونسى شي واحد، كنعتذر مرة أخرى. وكنشكر جميع الطاقم اللي سهر على هذا الحفل كذلك زوين، كان رائع، أنا عجبني الحال وكنت شرف مرة أخرى أنني كنت اليوم في مدينة فاس. أنا اسمي ريحان أسد، بيطة بمدينة فاس وأصغى سفية القفطان المغربي. كنشكر بزاف بزاف الجمعيات، جمعيات الفضاء الأزرق، كنشكرهم بزاف على هذا التكريم الجميل جميل جميل جدا. الشكر ديالي اللي كنوجهو لماما وكنوجهو للميمة ديالي اللي هي ربتني واللي كبرتني، وكنوجهو حتى لحبيبي مهدي الله يخليه لي، حبيبي كان حلاق عليه.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.